لكل منا وفي كل مرحلة عمرية ذكريات خاصة، ولعل أبرز ما يذكرنا بمرحلة الطفولة قصص وحكايا الجدات والأمهات. هذه الحكاية كانت تصدر إما عن مخيلتهم أو من كتاب قصوه علينا. كثير منا يعد القراءة للتسلية والترفيه عن الطفل فقط، ولكن بحسب دراسة نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن القراءة بصوت عال يوميا وابتداء من مرحلة الطفولة تشجع على محو الأمية وتعزيز الروابط العائلية. وكلما قرأت أكثر لأطفالك زادت المعرفة التي يمتصونها، فالتحدث مع الأطفال كل يوم غالبا ما يكون بمفردات محدودة ومتكررة. أما قراءة الكتب فهي تضمن أن يسمع طفلك مفردات في مواضيع مختلفة قد لا يسمعونها في حياتهم اليومية. رغم عالمنا المزدحم بكل شيء، فلا ضرر أن تجد بعض الوقت برفقة أطفالك وتستمتع بالاسترخاء معهم برفقة كتاب لقضاء بعض الوقت الممتع مع بعضكم بعضاً.